انا مواز بالعلوي عضو في قائمه الاتحاد المدني قائمه ائتلافيه، نحب نغير في بلديتي. نعرفوا اللي اهم مشكل تو في تبربه في مقص هي البتاله، مشكل البتاله يلزمنا مناطق صناعيه باش نقصوا على الاقل. ما نقولوش باش نقضيو على البطاله، لكن على الاقل باش نقصوا. الحاجه الثانيه في مخص انشاء مناطق خضراء، فهمت؟ الناس باش تحوس كذا، باش تتفرهد، باش تهز عائلات، باش تتفرهد تهز اولادها، فهمت؟ كذا اللي ينقصنا حاليا في تبربه. كان عندنا منطقه خضراء مهينه، فهمت؟ تم اغلاق الفضاء هذايا، فهمت؟ باش نعاودوا نفتحوا الفضاء هذايا ان شاء الله، فهمت كيفاش؟ هذا البرنامج نتاعنا، فهمت كيفاش؟ للعائلات، للتبربيه بصفه عامه. الحاجه الثالثه في مخص البنى التحتيه اللي هنا في تبربه ناقصه، ما عندناش كياسات مش مهيئه اليوم هذا، مسالك فلاحيه خاصه، زاد الناس عني الفلاح مازالت تعاني تو المشاكل هذه، مشاكل مسالك. الحاجه الرابعه في مخص لهنا انشاء السوق للجمله، فهمت كيفاش؟ نعرفوا اللي تبربه فهمتي منطقه فلاحيه، فهمتي الخضاره تمشي يعني على 60 كيلومتر، فهمتي باش كذا باش تهز السلعه نتاعها، فهمت كيفاش؟ ان شاء الله هذا هو برنامجنا في مخص الفلاحه. الحاجه الخامسه واللي نعتبرها اهم حاجه اللي هي المواصلات في تبربه، فهمتني؟ المواصلات عندنا نقص في الاسطول، فهمت؟ هذه مشكله كبيره تعاني من تبربيه، فهمت؟ بما يخص زاد القطار تبربه تونس زاد نحاولوا باش نحلوا الاشكال هذه، فهمت؟ بالتنسيق مع وزاره النقل وان شاء الله يوفروا لنا، فهمتني؟ كيران، فهمت؟ التبربيه باش يتنقلوا بها على اساس على الاقل يمشيوا لخدمهم والناس تخدم على روحها اكثر. هذا اللي حاجتنا احنا من تبربه حاليا. نحاولوا باش نحلوا الاشكال هذه، فهمت؟ بالتنسيق مع وزاره النقل.